السلام عليكم اهلا بكم اعزائي متابعي القناه التعليميه ايكور شادلي مرحبا بكم من جديد حنا في الصفحه 27 من كتاب الجيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي الطبعه الجديده حنا في دعم وتثبيت التعلمات سوتيا اي كونسوليداسيون التمرين الاول التمرين الاول يقول اكتب بالارقام كل من الاعداد التاليه الأعداد هي خمسة عشر ألفا مئة وعشرون مليونا ثلاثة وثلاثون مليارا سبعة عشر مليارا وثمانية وخمسون مليونا هما هنا خمسة عشر ألفا هي خمسة عشر ألف ثلاثة الأصفار مئة وعشرون مليونا مئة وعشرون عليها ستة الأصفار مئة وعشرون مليونا مليون في ستة الأصفار ثلاثة وثلاثون مليارا، المليار فيه تسعة د الأصفار، إذا كنكتبو ثلاثة وثلاثين نكتبو تسعة ديال الأصفار، واضح؟ الأخيرة سبعة عشر مليارا وثمانية وخمسون مليونا، إذا سبعتاش في مرتبة الملايين، ثمانية وخمسين في مرتبة الملايين، ثمانية وخمسون مليونا، الألاف ما فيها والو كنديرو الأصفار، والأحاد ما فيها والو كنديرو الأصفار، أو الوحدات البسيطة. نزول التمرين الثاني التمرين الثاني يقول التمرين الثاني يقول اكتب بالحروف كل من الاعداد التالي هذه الاعداد هذو نكتبوها بالحروف واضح هيا عندنا هنا لوجدتها لكم اذا العدد الاول هو هذا خمسة الملايين وستمائة ألف وثلاثمائة وثمانون سد مليون و ألف وثلاث وثمانين العدد الثاني هو هذا هنا خمسة ملايين و مليون رتبة مايك إلى ست مئة و ثلاث مئة وثمانون ألفا هاي خمسة ملايين ست مئة مليون و ثلاث مئة و ألفا ثلاثة مئة وثمان ثلاث أنا ثلاث مئة وثلاث مئة وثمانون ألفاً واضح صحوها ندوزو العدد الأخير العدد الأخير شنو فيه مئة وخمسة وخمسون مليارا هذه مرسمة ملاييرها هي

وخمسون ألفا ثلاثمائة وخمسين ثلاثمائة وخمسون ألفا واضح نمرو السؤال رقم ثلاثة شو شو مطلوب منا السؤال الثالث يقول أكمل تفكيك كل من العددين التاليين هنا العدد هو سبعة مليون وستمائة وثمان آلاف وميتين غنفكوه سبعة فاش سبعة ديالاش ديال الملايين إذا سبعة نضربوها في مليون شتيها كيما زائد ستة ديالاش 6 ديال مئات الالاف 6 في مئات الف 8 هذه اللي عندنا ديالها 8 ديال الالاف وحدات الالاف في الف وهاد الجوج جوج ديال المئات اذا في مئة الف كل عدد الاخير اللي شحال هو جوج المليار مليون و اذا 2 في مليار كما جوج في مليار مليار تسعة ديال الأسفار. زائد الربعة فاش إذا الربعة ديال مرتبة ديال عشرات الآلاف إذا ربعة في عشرات الملايين عفوا ربعة في عشرات المليون واضح والثلاثة ديال واحدة الملايين إذا ثلاثة في مليون كما كتلاحظوا والخمسة في وحدات الآلاف إذا خمسة في ألف هذا هو التفكيك ديال هاد العددين كما كتلاحظوا واضح نمروا الآن التمرين رقم أربعة يعني اكتبوا بالنسبة للعدد 3 مليار و 149 مليون و 597 الف و 871 ما رقم 10 الالاف خصنا شنو هو رقم 10 الالاف ديالو عدد الالاف ديالو رقم وحدات الملايين وعدد عشرات الملايين لاحظوا معي جيدا هذا هو العدد ياك اذا رقم عشرة الالاف شنو هو فين هي الالاف تبعوا معي وحدات عشرات مئات وحدات الالاف عشرات الالاف وتسعة ها هو وتسعة عدد الالاف كان بداه من وحدات الالاف فين الالاف هي كاملة عدد الالاف كاملة هي هذه ثلاثة مليون مئة وتسعة واربعين الف وخمسمائة وسبعة وتسعين هذا هو عدد ديال الالاف رقم وحدات الملايين فينا هو الملايين وحدات قلنا عشرات مئات وحدات الالاف عشرات الالاف مئات الالاف وحدات الملايين رقم وحدات الملايين هو هاد التسعة عدد عشرات الملايين عشرات الملايين كتبدا كتبدا من هنا هاد نتأكد وحدات عشرات مئات وحدات الالاف عشرات الالاف مئات الالاف وحدات الملايين عشرات الملايين هي يعني هادي عدد عشرات الملايين كتبدا هادي كاملة هي تلتميه 14 واضح هذا هو التمرين رقم 4 نمروا الان التمرين رقم 5 التمرين 5 يقول احدد الارقام الناقصه في كل عمليه هذه مجموعه من العمليات فيها ارقام مخبينها علينا خصنا نكتشفوا هذه الارقام هذو مثلا هنا 7 زائد شي حاجه زائد 3 كتعطينا الصفر في الوحدات اذا 7 زائد 3 هي 10 ها هو صفر الواحدات بالنسبة لنا إذا شنو نزيدو عليها نزيدو عليها صفر سبعة زائد صفر زائد ثلاثة كتعطينا عشرة نكتبوا صفر ونحتفظ بواحد نديرو احتفاظ باللون الأخضر باش نعقلو عليه وباش ما نساوش عاود كذلك ثمانية زائد ربعة هي اتناش زائد الاحتفاظ ثلاثاش إذا شنو نزيدو عليها باش تولينا لنا هنا ماشي ربعة هادي راها ربعطاش أيضا إذا شنو نزيدو عليها نزيدو عليها واحد باش تولي 14 زائد واحد كتساوي لنا ربعطاش نكتبو أربعة ونحتفظو بواحد تابعو طيب معايا مزيان إذا هنا ثلاثة زائد خمسة ثمانية زائد الواحد تسعة فهمتو زائد واحد تسعة تا شنو نزيدو عليها باش تولي لنا عشرة لأن هذه الصفر يعني عشرة شنو نزيدو عليها غادي نزيدو عليها الواحد إذا هنا ثلاثة زائد خمسة ثمانية واحد تسعود واحد عشرة نكتبو صفر أيضا ونحتفظو بواحد هنايا إذا هنا ثمانية زائد احتفاظ هي تسعة شنو نزيد عليها يعني باش تولي لنا ستة شي حاجة إما ستاش إما ستة وعشرين إذا ثمانية واحد تسعود زائد سبعة هي ستاش لي لنا هي ستاش إذا ستة هي مكتوبة والواحد هاهو واضح اذا هذا هو الخارج ديال هذه العمليه ندوزو العمليه اللي حداها العمليه اللي حداها 9 زائد 5 14 زائد شي حاجه غتساوي لنا 20 لان الصفر خصها تكون 20 لان في 2 10 ما يمكنش تكون 10 خصها تكون 20 9 ش... و 5 14 زائد 6 تساوي لنا 20 نكتب الصفر ونحتفظ ب 2 7 زائد 8 شحال هذه 15 و 2 17 اذا شنو نزيد عليها باش تولي لنا ما تكون 16 26 اذا شنو نزيد عليها نزيد عليها 9 مش كلنا باش تكون 26 6 ونحتفظ ايضا بإثنان واضح واحد زائد ثلاثة أربعة والاثنان ديال الاحتفاظ هي ستة أربعة وجوج ستة شنو ناقصنا باش نكملو سبعة ناقصنا الواحد بطبيعة أيوة ولات سبعة صحيحة إذا اثنان دابا اثنان زائد اثنان أربعة نزيدو عليها شي حاجة باش تعطينا واحد في الواحد إذا هذه حداش ما واحد حداش ربعة شنو نزيدو عليها باش تكون لنا 11. هي سبعة بطبيعة الحال ربعة أو نكتب واحد ونحتفظو بواحد الواحد ديال الاحتفاظ درناه هنايا أربعة والواحد ديال الاحتفاظ هي خمسة شحال إذا هنايا نكتبو خمسة واضح ندوزو للعملية الثالثة العمليه الثالثه لاحظوا معايا مزيان تابعوا معايا عملية دي ماشي مع الطرح سفر. نقص حتى ماشي الجمع سالينا مع الجمع دابا نزل للطرح صفر نقصوا منه حاجه يعطيني سبعه اذا هذا ماشي صفر هذه عشره اذا نقولوا عشره عشره ناقص ثلاثه عشرة ناقص ثلاثة إذا هذا عشرة هذا ردوه المواليد باش عشرة ناقص ثلاثة هي سبعة إذن هذه ولات سبعة هنايا شنو الحاجة اللي نقصو منها سبعة تعطيني أربعة شي حاجة نقصو منها سبعة تعطيني أربعة هي حداش إذا حداش عندي واحد هنا واحد عندي تسلفوه من تحت عاود وهدا نسلفو من هاد الجيران وغنوليو نردوه باش منساوش اذا كيما درنا مع هادي باش منسيناش حداش ناقص سبعة هي أربعة دابا حنا غاد مزيان جوج ناقص الواحد ديال الاحتفاظ ا واحد و خصنا تبقى لنا هنايا اذا هذه ما خصهاش تكون رجعات ولات 12 ياك اذا تكون سلفنا 12 ردوا الواحد اللي ماليه باش ما تنساش ديما تسلف رد باش ما تنساش إذن... اذا هذاك الشيء اش ما نسيناش هذا 12 ناقص 1 نزيدوا عليها شي حاجه اخرى باش تعطيني الخارج هنا سته اذا 12 ناقص 5 وهذا السلف اللي كنا رجعناه سته اذا 12 ناقص 6 هي سته دابا حنا غادي سبعة ناقص تسعة لا يمكن إذا نتسلفو غتولي هنا سبعتاعش لاحظتو سبعتاعش ناقص تسعة إذا سبعتاعش نقسمو على تسعة كتعطينا في الخارج ثمانية وهاد الواحد الذي رجعناه شحال ولاتنا ولا نسينا ما رجعناش قبيله ولكن انا باقي عاقل عليه واحد الدراري ولات ولا عندنا جوج شي حاجه نقصو منها جوج تولي لي هنا واحد اذا هي ثلاثة بطبيعة الحال ثلاثة نقص منها جوج كتعطيني واحد هذا هو الخارج نمرو الان العملية الرابعة وباقين مع الطرح بطبيعة الحال صفر نقصو منها جوج كتساوي لي شي حاجة لان هذا ماشي الصفر هذا يكون عشرة نشدو هذه هنا وردوها البلاصة نتسلفو وردو السالب إذا عشرة ناقص اثنان كتساوي لي واضح واحد ناقص واحد تساوي لي خمسة إذا هذا ماشي صفر هنا شي حاجة أخرى إذا هذا مبقاش تاني واحد ولا حداش تسلفنا وردينا حداش ناقص واحد كتساوي لي خمسة لا ماشي ناقص واحد إذا حداش ناقص ستة وهنا عندنا أصلا واحد إذا كنزيدو هنا خمسة فهمتوا الفكرة كيف حداش ناقص ستة دابا ولات عطاتنا خمسة تسعود ناقص واحد كيعطيني واحد تسعود ناقص واحد كيعطيني إذا هنا شنو خصنا نزيدو يعطيني واحد إذا هنا تسعود ناقص سبعة والسالف كتولي تسعود ناقص ثمانية هي الواحد ثمانية ناقص واحد هي السبعة وجوج ناقص واحد هو الواحد ما تأكدو تأكدو بالآلة الحاسبة ولا بعدي. ندوزو دابا العمليات ديال الضرب العمليات ديال الضرب تابعوا معي جيدا هنا عندنا هذه العمليه ديال الضرب نحاولوا نكتشفوا هادو اللي كاينه في بلاص النقط شي حاجه نضربوها في 4 تعطيني فرق من الوحدات ديالها اثنان اي واحد في 4 4 جوج في 4 8 3 في 4 12 اذا 3 صالحه 3 في 4 12 نكتب 2 ونحتفظ ونحتفظوا بواحد 3 في شي حاجه زائد هذا الاحتفاظ كتعطيني سبعة ثلاثة في واحد، ثلاثة وزيد عليها ثلاثة ستة والاحتفاظ سبعة صحيح خدامة ثلاثة في ستة والاحتفاظ سبعة هي هادي ثلاثة في واحد ثلاثة في هي هادي غنصحح كنخليو البلاصة باش نضربو العشرات كنخليو هاد البلاصة خاوية وكنبداو العشرات ستة في شحال ستة في هي وعشرين أربعة ونحتفظو بإثنان واضحة استفدوا بجوج هنا ستة جوج شحال ناش و اللي يحتفل بها هي 14 نكتبو 4 ونحتفظو ب 1 بي واحد ستة و الواحد الاحتفاظ هي سبعة هي غادي صحاح دابا غنخدمو الجمع اثنان زائد لا شيء اثنان سبعة زائد أربعة نكتب واحد بواحد 3 زائد 4 7 والاحتفاظ هو 8 7 زائد لا شيء هي 7 واضح نمروا الان للعمليه الاخيره اللي فيها الضرب ايضا عندنا شي حاجه نضربوها في 8 تعطيني شي حاجه شي عدد الرقم ديال الوحدات ديالو جوج شي حاجه نضربوها في 8 اذا كاينه 4 4 في 8 كاينه جوج كاينه 4 في 8 32 وكاينه 9 8 72 اللي صالحنا نجربوا بعد 4 أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين نكتبو اثنان ونحتفلو بثلاثة أربعة في شي حاجة نزيدو عليها ثلاثة الاحتفال تعطيني سبعة لي صالحة هي أربعة في واحد من غيرها مكينش أربعة في واحد أربعة ثلاثة الاحتفال هي سبعة نمرو لهنا كنخليو الوحدات وكنبداو نضربو العشرات واحد في ثمانية هي ثمانية واحد في واحد واحد دابا نديرو الجمع ديالنا اثنان زائد شيء اثنان سبعة زائد ثمانية خمسة عشر نكتبو خمسة نحسبو بواحد واحد واحد زائد احتفاظ اثنان بكل سهولة حنا خرجنا العملية ديالنا كاملة نزل تمرين رقم ستة التمرين رقم ستة يقول افيك لي بواسطة هاد الأرقام هادو تخوا سات كات 5 ويت سيس و ناف جيكخي شنو غنكتب لو بلي grand نومبر كومبوزي نكون من هاد سبعة الأرقام هادو هو ديما كنبدا من اليسر كنبدا بالأرقام الكبار من اليسر تسعود ياك يعني مورا ثمانية مورا سبعة مورا نخليو الفراغ مورا ستة ثم خمسة ثم ربعة خليه الفراغ ثم ثلاثة إذا أسحب لي تسعة الأرقام, هنو الأرقام. هنا معايا سبعة ديال الأرقام إذا هنا نقطة هذا الفرق خليوه هنا باش نقدروا نقراوه 9,876,543 مليون الف نعاود لكم هنا 9 مليون نعاود بلون مغاير 9 مليون و وسبعين الف و 543 هذا هو اكبر عدد ممكن بهذه الارقام هذو السبعه دوزو الاصغر عدد اصغر عدد عاد تكلم داكشي اللي درتي دابا بديتي بالارقام الكبار بديتيهم في الحجر الكبيره هنا الملايين وعاد بقيتي غادي ال 100000 وانت غادي دابا العكس تبدا بالرقم الصغير شنو هو هو 3 ديرو هو في الملايين 3 ديرها في الملايين فهمتو؟ اذا شنو غنديروا 3 في الملايين ندير 3 د المليون واضح و456 بقى كنبقى غادي غير بالصغار وديك 9 على رقمها هي الاخرى كاع الوحدات باش ما رقم كبير 456789 الله حتى العكس اللي درنا قبيله درناه في هذا من كنقلب على العدد الصغير كنحاول دوك الحوايج اللي كيخلعوا بحال الملايين الملايير ديما نمشي لها الرقم الصغير وهنا الوحدات اللي عاديه كتجي لها الرقم الكبير كتحطو هنا في الوحدات كتبقى غالية راه دابا راكم شفتوا التقنيه اللي استعملنا كما كتلاحظوا

لان هذا الشيء فيه قياس الزوايا وفيه تستعمل الادوات الهندسيه بزاف وتقدر تغلط استعمل من الافضل انسوخ ونقلو في الدفتر ديالك قال لك واكمل باستعمال الرمزين اما رمز ديال التعامد حاجه عموديه يعني شي حاجه هذا الرمز او رمز التوازي الا كان مستقيم متوازين كنديروا هذا الرمز هذا الف قالك او ا آه مع بي دي فين هو او ا آه؟ ها او ا آه وها بي واش عدلهم لهم هذا الرمز ديال يعني التعامد ولا عدلهم هذا الرمز ها او ا ها بي دي طبيعه الحال راهم متعامدان عندنا هذا الرمز سي جي مع اف دي فين هي سي جي ها سي جي و اف دي هو هذا هذا مع هذا هادو متوازيان طبيعه الحال هنا سي جي مع سي او سي جي مع سي او -E. هما سي جي سي او متعامدان واضح ندوزو هنا عندنا بي دي مع جي او بي دي ها هو بي دي مع جي او e. متوازيان كاين متوازي مع ما ملاقيش ما عمرو ما يتلاقى دي اف مع سي او هي دي اف دي اف و ا او متعامدان AB MAE AB وعندنا A E AB AE متعامده هذا كيف اذكر مستقيمين متقاطعين غير متعامدة هما المستقيمات اللي متقاطعه غير متعامده بحال هذا CE ياك هذا CE مع من مع بدّي هما متقاطعين ولكن ما كيشكلوش الزاويه قائمه هنا ياك سي او مع بي دي مع بي دي سي او مع ا و بي دي مثلا شنو ايضا ثاني سي او مع ا او كاين بزاف سي او و ا آه أه. كاين هادو ثاني ا آه اف مع اف آه. دي كاين بزاف المهم اللي الزاويه قائمه بيناتهم راهم آه متقاطعين وغير متعامدين واضح ندوزو الان تمرين رقم 8 جو مستقيم سميتو دي 3 موازن لدي فين هو الدي ان هو هذا غندير شي واحد موازي ليه يعني ما يتلاقاش معاه اي باسون الشرط الثاني هو انه يكون مار باغ لو بوان بي اذن ها بي دي ثلاثة خصها تجي من هنا اذا شنو غادي ندير نحط بعد هذا الكوز ديالي بشكل عمودي على الدي ان واضح ناخذو معايا مزيان بحال هكا باش يدوز لي من من بي يكون مغطي على بي لاحظ شتو مزيان ونجي نحط المسطره من هنا تكون المحا ديالي ونبقى نحرك الكوس حتى نوصل لبي ونشدهم بجوج بي فهمت اليد تكون شاده الصبع بارك عليهم بجوج ونحاول ندوز المستقيم ديالي من بي واضح هذا هو دي ثلاثة الموازي لدي واحد والمار من نقطة بي هذا هو دي ثلاثة واضح شو شنو طالبين منا عاود عقدت على الطريقة كنجي هاد المثلث هذا كنحط القاعدة ديالو على اللي بغينا يكون موازي ليه ونغطيو بها بي منجيبهاش هنا باش متعذبنيش نغطيو بها بي نجيب مسطرة نجيبها هنا تكون مقادة معاها ونبقى نحرك تتبان لي بي من تبدل النقطه بي عندو 12 ستادير هنا ياك جي كونستروي ان دوات دي 4 عموديه على الدي 1 ايه. نجيب شي مستقيم اخر الدي 4 يكون عمودي على الدي 1 و ايه. ودامر من النقطه بي طلع فيها نجيب راه نجيب الكوس ديالي المثلث وبدا نحرك حتى نوصل النقطه بي ولا الرسم دي 4 هذه سهلة يكون دي كي دوز من بي عمودي على نرسم غير هكا ومن بعد عاد نكملو نرسمو بلا ما باش ما هذا هو دي 4 دي 4 ها العلامه ديال التعامل باسون بار لو بوين بي هنا جو كومبليت دي 3 دي مع هو دي مع ام آه، كما كتشوفو مع دي واحد دي مع دي واحد يعتبر المستقيمان هاد دي واحد هاد دي اللي صاوبت هما مستقيمان متوازيان هاكا كملنا التمرين رقم تمنية دابا نمرر للتمرين رقم تسعة التمرين رقم تسعة يقول احسب كل مجموع او فرق المجموع او فرق يعني الحاجه اللي فيها الجمع او حاجه اللي فيها الطرح الناقص او فرق معبر عنه بالسنتيمتر اذا طالب منك سنتيمتر ركز معايا مليح اذا 25 سنتيمتر زائد 35 ملم هذو 25 سنتيمتر و 35 ملم نزيدو عليها 12 ديسيمتر وهذا المجموع كامل نعبروا عليه باش بالسنتيمتر كما طلبوا منا اذا نديروا جدول التحويلات باخذوا معايا مزيان اول دول التحويلات ونحطوه كما هو اذا كما قلنا 25 سنتيمتر كنحطو الخمسه في السنتيمتر و 35 مليمتر نحطو الخمسه في المليمتر يعني رقم الوحدات آه. 25 سنتيمتر على 5 في السنتيمتر و جوج حداها من اليسار 35 مليمتر ها 5 في المليمتر و 3 حداها و كنديرو الجمع ديالنا الزائد 5 زائد لا شيء 5 خمسة زائد ثلاثة ثمانية زائد جوج أربعة واحد زائد لا شيء هو واحد وشنو مطلوب مني مطلوب مني السنتيمتر إذا وصلنا لهنا وعندي الفاصلة مية فاصلة خمسة هي هادي فاصلة خمسة في المجموع الأول واضح ندوزو لهاد التالية نكتبوها هنا باش متنساوهاش هي مية فاصلة خمسة سنتيمتر واضح

والخمسة حداه والثمانية حداه كيما كتشوف صفر المتر خمسة ثمانية. عندنا الطرح عندنا الناقص ستة ناقص ثمانية لا يمكن كنتسلفو من هنا ستة وكنردو السالب باش منساو 16 ناقص ثمانية ثمانية هذا اعتبروا بأن السطر كاين هنا ربعة ناقص آه ستة لأن هذه ردينا السلف ولات ستة لا يمكن إذا تسلفوا عاود ردو السلف ربعتاش ناقص ستة واحد واحد زائد داك السلف اللي تسلفنا هي عفوا واحد 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 هي 0 اذا هي المجموع بالسنتيمتر هو 88 سنتيمتر اذا هذه فيها 88 سنتيمتر فين نكتبوها فين نكتبوها نكتبوها, نكتبوها نكتبوها الفوق 88 سنتيمتر عليها ندوزو اللي تحتها 7.9 ديكامتر 7 كما قلنا رقم الوحدات هو اللي في الوحده وهنا رقم الوحدة السفر على السطور فياش في المتر لاحظوا معايا مزيان وهذه اللي الفوق كما كتبناها ها هي هذه النتيجه ديال قبيله ها هي عقلوا عليها 140 سنتيمتر ناقص 0.58 متر عطاتنا 88 سنتيمتر ندوز للعمليه اللي موراها هي هذه العمليه كما كتلاحظوا 7.9 ديكامتر 7 نحطوها في الديكامتر ها هي عفوا 7.9 ديكامتر 7 في الديكامتر تسعود ها هي هنايا كتجي هنا زائد 0.05 متر ها هي 0 في المتر فاصلة 0.5 واضح والجمع ديالنا نديرو 5 زائد 5 5 زائد لا شيء هي 5 0 زائد لا شيء هي 0 9 زائد لا شيء هي 9 و7 زائد لا شيء هي 7 جم طلب مني يطلب مني السنتيمتر هي 7905 سنتيمتر هاي 7.9 ديكامتر زائد 0.05 متر كتعطيني 7905 سنتيمتر اذا نكتبو هنا 7905 سنتيمتر هذه بالنسبه 7905 سنتيمتر دوزو لهذه العمه ديال اللي حداها 7.26 ديكا متر ناقص 0.049 لاحظوا معايا مزيان اذا 7 في الديكا متر ها هي 7.26 ديكا متر 7 نحطها في متر جوج حداها و حداها نقص منها 0.049 اذا ها هي شنو كيلومتر 0 في كيلومتر فاصله 0.49 ونديروا الناقص ديالنا 6 ناقص لا شيء هي ستة ستة ديالنا هو هنا اثنان ناقص تسعة لا يمكن نسلفه ورد السلف اثناش ناقص تسعة هي ثلاثة سبعة ناقص خمسة لأن ردينا السلف سبعة ناقص خمسة هي اثنان إذا الخارج شحال هو بالسنتيمتر غنزيدو هنا شنو غنزيدو غنزيدو السفر هو ألفين وتلتميه ستين سنتيمتر كيما كتلاحظو سبعة ديكامتر ناقص سفر كيلومتر كي ألفين وستين سنتيمتر واضح هي دي اللي عندي ألفين <applause> سنتيمتر كملنا التمرين رقم تسعة ندوزو للتمرين رقم عشرة عشر يقول استخدم جدول التحويلات واكتب قياس كل طول لكل من الوحدات الاتيه بالمتر وبالكيلومتر بالسنتيمتر او الديكامتر هادو نخدمو بجدول التحويلات ونقولو القياس ديالهم باش بالمتر وكيلومتر والسنتيمتر والديكامتر نحولوهم لهاد الوحدات هادو نشوفو القياس ديالهم نحطو حنا كيفاش كنحطو الجدول ديال التحويلات حنا كنزاوبو ديالنا جدول التحويلات ديال. ديالنا بحال دابا هنا 1687 سنتيمتر كما قلنا رقم الوحدات كيلصق في الوحده سبعة غنلصقوه في السنتيمتر هاد سبعة حطينا في السنتيمتر وكنكملوا العدد ديالنا كامل سبعة حداه ثمانية كما كتشوفوا حداه ستة حداه الواحد ما كيهمناش الخانة اللي تجي فيها الأساس هو نحطوا السنتيمتر بلاصتو والأرقام اللي حداه ونعتمدوا على كل رقم في خانة واضح هنا واحد و فاصلة تسعود سبعين في الديكامتر شتو لاحظوا معايا ها تسعود في الديكامتر أه، عفوا ماشي تسعود في الديكامتر رقم الوحدات هو الواحد واحد في الديكامتر لاحظوا معايا إذا الواحد هو في الديكامتر بحال درنا هنا الفاصلة شتو واحد ها هو هنا في الديكامتر ثلاثة حداه من هنا سبعة حداه من من اليمين و موراه واضح ندوزو لهادي خمسمية و فين هو رقم الوحدات هو التسعه التسعه نحطوه فياش في المتر ها هو كيما كتلاحظو تسعة فين محطوطة في المتر حداها التمنية و حداها الخمسة هادي لخرا سبعة في المليمتر معايا مزيان سبعة محطوطة في المليمتر ها الميليمتر و السبعة حدا سبعة حدا حداها ستة حداها ربعة حداها تلاتة حداها خمسة كيما كتشوفو ستة ربعة ثلاثة خمسة دابا حطينا بجدول التحويلات دابا عتسهل علينا أننا نخرجو كل حاجة باش ما بغيناها ندوزو لهدا هاد هذا هدا أنعتابرو أن هذا أ وهذا نقوله أنقولو بي هذا سي وهذا د و نبداو نخرجو هذا هاذ أ، آه. أ آه كيما كتلاحظو، تابعو مزيان معايا مزيان، تابعو معايا مزيان، أ آه هو هذا بالسنتيمتر شحال هو هاد هو هاد العدد كامل ألف و ستمية و سبعة و بالمتر شحال، نمشيو للمتر، هنا كنديرو الحيط. هنا كنديرو الفاصيلة بالمتر شحال ستاش فاصيلة سبعة وثمانين حيت وقفنا حد المتر إذا هنا عندي الفاصيلة ستاش فاصيلة سبعة وثمانين لكانو هادو أصفار كنسمح فيهم الا كانوا أرقام كندير الفاصله ستاش فاصيلة سبعة وثمانين بالمتر نشوفو بالديكامتر بالديكامتر فين هو العدد هو هذا فين هي الديكامتر هنا غنديرو الفاصيلة في الديكامتر شحال كتساوي واحد فاصيلة ستمية وسبعة وثمانين فاصلة ستمية و سبعة و تمانين ندوزو لهاد لخرا شنا مطلوب منا بالكيلومتر فين هو الكيلومتر هو هذا إذا شنو غندير هنا صفر فاصلة صفر ألف و ستمية و سبعة و هي صفر فاصلة صفر ألف و ستمية ألف و ستمية و سبعة و بغيتي تزيد هاد الصفر زيدو مبغيتيش تزيدو متزيدوش عادي واضح نزول البي هي واحد وثلاثين فاصلة تسعود وسبعين ديكا متر نديروها في جدول التحويلات ونخدمو إذن ها هو بي كيما كتلاحظو قلنا واحد وثلاثين فاصلة تسعود وسبعين ديكا متر نحطو رقم الوحدات في الديكا هو الواحد هو حطينا في الديكا متر ثلاثة حداها من اليسار والسبعة من اليمين والتسعود هو الديكا شنو خاصنا اللي مطلوب منا نخرجو بالسنتيمتر المتر ديكامتر كيلومتر ديكامتر هو مصاوب شوفو السنتيمتر في حد دوس سنتيمتر هو هذا اذا كنزيدو صفر اخر هنا هي واحد وثلاثين فو سبعمية وتسعين حد هنا نشوفو بالمتر اذا نوقفو حدا المتر ونديرو الفاصلة هنا هي تلتمية وسبعتاش فاصلة تسعة ها هي الديكامتر راه الراس مصاوب هنا الكيلومتر فين هو الكيلومتر هو هذا اذا كندير صفر فاصلة 3179 صفر فاصلة 3179 واضح ندوزو السي هاد السي اللي قلنا اعتبرناه السي هو 589 متر معطيه هنا بالمتر هو 589 متر تسعود نحطها في المتر ها هي تمنية حداها على اليسر والخمسة حداها شنو طالبة مني سنتيمتر السنتيمتر هو هذا كنزيد الاصفار شحال كتساوينا تمنية خمسين ألف وتسعمية ها هي طالبا مني المتر راه عندي هو اللي خط لنا في الاول طالبا مني الديكامتر الديكامتر نحط 8 في الديكامتر ها هي الخمسه حداها و9 ها هي هنا وشنو مدام طالبا مني الديكامتر كنجي هنا وندير الحيط الحيط شنو هو هو الفاصلة 58.9 فاصلة تسعة طالبا مني ايضا الكيلومتر اذا كما كتشوفوا هي الصفر فاصلة خمسمية أو تسعود أو ثمانين صفر فاصلة خمسمية أو تسعود أو ثمانين كيلومتر ندوزو ل العدد الأخير اللي هو سميناه دي تلاتة أو خمسين ألف أو ربعمية أو سبعة أو ستين مليمتر نحولوه تابعو معايا هما عاطيهلنا بالمليمتر يعني كنحطو سبعة في المليمتر ستة حداها ربعة تلاتة خمس اللي من مني سنتيمتر سنتيمتر هو هنا اذا عندي الفاصلة هنايا هي خمسه الاف وثلاثميه وسته وربعين فاصله سبعه هدا من مني سنتيمتر طالبه مني المتر غنوقف في المتر وندير الحيط الحيط هو الفاصلة ثلاثة وخمسين فاصلة ربعميه وستة وسبعة وستين ثلاثة وخمسين فاصلة ربعميه وسبعة وستين ولو طلبو مني الديكامتر غنوقف عند الديكامتر وندير الفاصلة ديالي خمسة فاصلة 3467 ديكامتر ولو طلبوا مني الكيلومتر الكيلومتر هنا كنوقف كندير الفاصله ديالي الصفر فاصله 0 53467 ها هي 0.0 53467 كيلومتر وهكاك مننا التمرين رقم 10 الان نمروا للتمرين رقم 11 التمرين رقم 11 يقول احسب ما يلي هذه مجم... آه واحد المجاميع نجمعوها ونردوها بالديسيمتر مربع واضح كتلاحظوا بان غنستعمل جدول التحويلات في جميع الحالات وغنستعملوا جدول التحويلات المساحه راه فيه جوج خانات قال عليها مزيان يعني جوج خانات هنا ديما كاين جوج خانات ملي كيكون عندنا منشوف هاد الجوج الفوق عرف كاين جوج خانات ديما متلقى هاد الجوج الفوق يعني المساحه متلقى جوج فكرك بجوج عيد شوف هاد الجوج تفكر جوج قول راه ندير جوج ديال الخانات عقل هدا خمسة وعشرين سنتيمتر مربع خمسة سنتيمتر مربع شنو سنتيمتر مربع ها هو خمسة وعشرين جوج خانات لكن عاودها شنو معها؟ تناش فاصلة سبعة ديسيمتر مربع إذا جوج في الديسيمتر مربع ماشي سبعة لأن هدا رقم الواحد هاد الجزء الصحيح ها هي الديسيمتر مربع ها هي الجوج هنا الواحد وهنا السبعة كتبقى في اليمن نزيدو عليها جوج فاصلة ثلاثة متر مربع إذا رقم واحد وحدات الجزء الصحيح هو جوج جوج في المتر مربع ها هو و ثلاثة تجي من هنا و الجمع ديالي بكل بساطة شنو هو الجمع ديالي خمسة زائد لا شيء هو خمسة اثنان زائد سبعة تسعة اثنان زائد لا شيء اثنان واحد زائد ثلاثة أربعة اثنان زائد لا شيء اثنان شنو مطلوب مني هنا ديسيمتر مربع إذا غنوصل لديسيمتر و الحائط شنو الحائط هو هو الفاصلة وها هي الفاصلة إذا الخارج هو هذا كما كتلاحظوا 29 سنتيمتر مربع زائد 12.7 ديسيمتر مربع زائد 2.3 متر مربع كتعطيني 242.95 ديسيمتر مربع واضح نمر للجمع اللي موراه كما كتلاحظوا عندنا 1865 متر مربع زائد 0.32 ديكا متر مربع زائد 2 هكتو متر مربع شحال فيها من هكتو متر مربع كنربطو هذه ما كنربطو الوحدات مع الوحده الصفر مع المتر مربع ها هي هنا وندير الاخرين اللي حداها 5 8 1 ندوز اللي موراها رقم الوحدات ديال الجزء الصحيح هو صفر ماشي جوج في الديكا مربع فينا هي صفر في الديكا مربع ياك شتوها وعد ثلاثه حداها من اليمين والجوج حداها من اليمين الاخيره هي جوج هكتومتر مربع جوج لصقوها في الهكتومتر المربع ها هو الهكتومتر المربع حنا درنا فيه جوج دابا نديرو الجمع ديالنا هذا مطلوب منا الجمع نجمعو صفر زائد جوج جوج خمسة زائد ثلاثة تمنية تمنية زائد صفر تمنية واحد زائد لا شيء واحد واثنان زائد لا شيء اثنان جو شنو مطلوب منا مطلوب منا الهكتومتر مربع نوصل للهكتومتر مربع وندير الحائط اذا شحال الخارج هو جوج فاصلة ألف وثمانمية واثنين وثمانين كيما كتلاحظو هنا هو الخارج جوج فاصلة ألف وثمانمية وثمانية وثمانين هكتومتر مربع واضح درنا العملية في جدول التحويلات باش مدوخوش ندوزو الأخير التحويل الأخير تابعو معايا مزيان قال لك 0.37 هكتار زائد 79 ار مضروبه في 5 يعني 5 د المرات شحال فيها من هكتار واضح نحط الصفر في الهكتار تبع معايا ها هو الصفر في الهكتار الهكتار قلنا ديما كيكون تحت الهكتومتر مربع 79 ار يعني 9 نحطوها في الار ها هي 9 في الار نديروها بعدا نجمعوها عاد نضربوها في خمسة سبعة و تسعة ستاش نكتبو تسع ستة نحتفظو بواحد ثلاثة و عشر والواحد و الاحتفاظ هي حداش كنكتبو حداش كاملة هي مية وستاش ديكامتر مربع ولا مية آر. و أر إلا بغينا نحسبوها بالهكتار هي واحد فاصلة ستاش هكتار هادي ضربها في خمسة إذا مية و نضربوها في خمسة مية وستاش ديكامتر مربع نضربوها في خمسة كتعطيني 580 ديكامتر مربع 100 خمسة هاد المرات هي 500 و16 خمسة هاد المرات هي 80 بحال هادشي كتقول 10 في 5 50 و6 في 5 30 هي 580 ديكامتر مربع انا عندي الغرض بها بالهكتار لان خصني المساحه بالهكتار اذا كنحط الخمسة ديكامتر مربع هي هادي 8 حداها والصفر حداها هي 5.8 هكتار واضح كتبوها هنا خمسة فاصلة تمنية هكتار واضح وهادي جوج فاصلة ألف وتمنمية وثمانية وتمانين هكتومتر مربع واللي فوق منها ميتين وتنين وربعين

40 قنطار ديال القمح في كل هكتار عطانا 40 قنطار ديال القمح شنو اللي مطلوب منا قالك جو احسبوا الكميه ديال القمح كونتيتي دو بلي برودويت بار لا فيرم هو عطاك هنا 40 قنطار لكل باش نعرفوها شحال من قنطار اللي عطات الفيرما كامله لان قالك نحسب لافيرم كامله باش بالقنطار عاد نحولها للطون بطبيعه الحال اذا نشوفوا بعدا المساحه ديال 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 الضيعه بالهكتار هي هذه نحطوها هاي خمسة هكتار خمسة وعشرين ار خمسة في, الار و جوج حداها لان يعني كما كنقول لكم المساحه ديما تلقى جوج الفوق ها راه فيها جوج خانات و64 سنتيمتر ها هي دابا المساحه ديال الضيعه اذا المساحه الضيعه بالهكتار هو 5.2564 هكتار وكل هكتار كينتج لنا 40 قنطار اذا باش نعرفوا الضيعه الكامله شحال كتنتج كنضربوا هاد 5.2564 في 40 وكا تخرج لنا 210.256 قنطار اذا هذا هو الانتاج ديال الضيعه باش بالقنطار لان عندنا مساحه بالهكتار وعندنا كل قطار شحال كيخرج بعين قنطار كندير عمليه الضرب اذا ماذا ما خرج لنا كل كل هكتار خرج لنا 40 قنطار اذا هذه المساحه نضربوها ماذا ما عندنا بالهكتار نضربوها في 40 كتعطينا 210.256 قنطار واضح هذه غنحولوها للطول ياك يعني هذه يعني جدول التحويلات ديال الكتله ديال الكتل ونحطوها كما كتعرفوا الوحده الاساسيه هي الجرام ديسي جرام اللي من ديس لان يعني الاجزاء ديالها على عشرة على 100 سنتي على ألف هنا مدربة في 10 مضروبه في 100 ومضروبه في 1000 ثم النقطه هنايا لان فيه مئة كيلو درنا واحد قنطار كيساوي مية كيلو لأن نزيد الأصفار والطن فيه ألف كيلو واحد طن كيساوي ألف كيلوغرام إذا عندنا الغرض نحطو هاد, هاد الإنتاج ديال الضيعة نحطو هنايا إذا مدام القنطار نحطو الصفر في القنطار ها هو الواحد حداه من هنا أو حداه من هنا إذا مدام الصفر فايش في القنطار الصفر في القنطار وهنا هاد الجزء العشري كنحطوه من هاد الجهة جوج خمسة ستة جوج خمسة ستة دابا غنقلبو على الطن. الطن هو هذا فين هو الطون من هنا إذا من هنا كندير الحائط ديالي هو الفاصلة إنتاج بالطن هو واحد وعشرين فاصلة صفر ميتين وستة وخمسين طن هادي هي اش كنسميوها لا كونتيتي دو الكمية ديال القمح برودويت لي نتجها لينا الفيرما اون طن باغ لا فيرم اون طون بي الطن انتهى هذه الصفحه 27 سنين. الى اللقاء